السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم جميعا أصدقائي الكرام أينما كنتم مع هذا الموعد التقني الجديد من قناتكم سعد التقنية، والذي يأتي بتزامن مع شهر رمضان المبارك أدخله علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركة ورفع للوباء يا رب يا رب. في هذا الفيديو أيها الأحباء أحببت أن أشارك معكم تطبيق خاص بالقرآن الكريم، وهذا التطبيق يعني اسمه اللوح المحفوظ، بحيث أنه عند الدخول لجوجل بلاي أو لا بلاي ستور يعني سوف تجد تطبيق اللوح المحفوظ عند البحث عليه مباشرة، ثم الدخول إلى مجموعة من الصور وكذلك الأحزاب. سوف تتساءل ما هي وظيفة هذا التطبيق؟ لماذا تشاركه معنا يا أخي الكريم؟ يعني سوف أجيبكم بكل صراحة، لأنه في الآونة الأخيرة لاحظت أن عدد كبير من الأشخاص يعني تطوعوا بصناعة حامل للقرآن الكريم، يعني حامل من أجل التلاوة ومن أجل الترتيل يعني أثناء صلاة التراويح. ولذلك جاءتني فكرة أن أشارككم هذا التطبيق، أولا لأن الهاتف الذكي هو سهل الوضع، يعني نستطيع أن نضعه في أي مكان. ثاني شيء الطريقة التي جاء بها هذا التطبيق، والذي يقوم مباشرة بتقسيم الأحزاب وطريقة عرض الصور والآيات. فأنا مثلا أريد أن أقوم بأداء صلاة التراويح بالبيت، فأول شيء يجب علي أن أعرف ما هو التقسيم الذي سأعتمد عليه، هل سأعتمد على ربع حزب في كل ركعة أم نصف حزب في كل ركعة وهكذا. لذلك فهذا التطبيق سوف يسهل علي العمل هذه المسألة بدون الحاجة لحمل القرآن الكريم، لأنه في بعض الأحيان نجد مشكل في وضع مثلا القرآن، وقد يعني تتخلط لنا يعني بعض الصفحات، وبالتالي فيجب علينا أن تكون صلاتنا يعني نظيفة جدا، وحتى النظر أو المتابعة للهاتف أو القرآن يجب أن تكون متابعة أنيقة. إذا أصدقائي الكرام كما نشاهد الآن أنه لدينا سورة الفاتحة، والتي تتكون من 7 آيات. سورة البقرة في هذه الصفحة تتكون من 15 آية. إذا أنا الآن فقط في نصف ربع حزب، يعني يجب أن نفهم هذه المسألة أصدقائي الكرام، يعني نحن فقط في النصف الأول من ربع الحزب. يعني إذا أردت أن أقوم بقراءة الربع يعني بشكل كامل سأتحول إلى الصفحة الثانية، وسأكون قد قمت بختم ربع حزب يعني في الآية 24 كما هو ظاهر لكم أصدقائي الكرام. إذن هنا قمنا بعمل الختام لربع حزب الأول. إذن بكل صفحتين ربع، صفحتين ربع، صفحتين ربع. إذا الآن سوف نقوم مباشرة بالوصول إلى الحزب الثاني كما هو ظاهر لكم أصدقائي الكرام. فمثلا كل ركعة بصفحتين يعني تساوي ربع حزب، فبمجموع 8 صفحات أصدقائي الكرام من خلال هذا التطبيق فهو يساوي حزب. لذلك سوف أقوم مثلا بأداء 4 ركعات من أجل حزب، ثم 4 ركعات من أجل الحزب الثاني. لكن سوف تتساءل معي أخي الكريم، يعني كيف سأقوم بقراءة القرآن الكريم دون الحاجة للمس الهاتف؟ السؤال جواب سيكون بسيط بالنسبة لكم، نظرا لأن هذا التطبيق يستخدم نفس مبدأ التليبرومبتر، يعني أستطيع أن أقوم مباشرة يعني بتمرير الصور حسب سرعة القراءة التي لدي. يعني فمثلا عند الضغط على هذا الزر الظاهر لكم الآن لاحظوا معي، إذا الآن ها هو القرآن الكريم يظهر لنا الآيات بشكل بطيء جدا، لأني قمت باختيار له السرعة بطيئة. تستطيع أن تقوم باستخدامه مع جهاز أندرويد تيفي يعني شاشة التلفاز، وتضعها أمامك ثم تستطيع القراءة. كذلك تستطيع التحكم في حجم النص، يعني إذا كنت تريد أن تراه مثلا إذا كانت المسافة بين العين وبين الهاتف هي بعيدة تستطيع أن تقوم بتكبير النص. نعم أخي الكريم كيف ذلك؟ بهذه الطريقة يعني سوف أحاول أن أعود الآن، هذا زر الاختيارات ثم إعدادات. ستلاحظون أنه هنا لدينا حجم الخط، يعني في مصحف لاحظوا الحجم فهو يكبر ويصغر على حسب ما أريد أيها الأصدقاء أيها الأعزاء. هنا لون الخلفية، يعني تستطيع أن تتحكم في لون الخلفية على حسب ما تريد. بالنسبة لبطء القراءة فأنا جعلتها في 20 يعني بطيئة جدا، لكن عندما سأجعلها مثلا في 4 أو 5 يعني سيتكون يعني القراءة يعني بشكل أسرع نوعا ما. يعني هذا الأمر فهو يتم تشخيصه على حسب سرعة القراءة التي أنت تتمتع بها أخي الكريم. نعود إلى التطبيق مرة أخرى، يعني الحزب الأول مثلا اخترت حجم كبير جدا، يعني على حسب من يقوم مثلا بوضع الهاتف يعني بشكل بعيد نوعا ما عن العين، يعني على حسب ما تريد. نفس المبدأ الذي جاء عليه في الأول، 15 آية في كل صفحة، يعني لكي نفهمها أصدقائي الكرام. نتوجه مثلا إلى الصفحة الثانية. بعد التوجه للصفحة الثانية مباشرة نقوم بالضغط على هذا الزر، يعني إلى الآية 24، يعني كما هو ظاهر لكم أيها الأعزاء أيها الأصدقاء. إذا فعند الانتهاء مباشرة تستطيع أن تقوم بالحفظ، يعني وذلك بالضغط على هذا الاختيار، ثم تقوم بالضغط على تسجيل مثلا الثمن في موقع التلاوة، يعني هكذا. ثم يعني إذا قمت بالخروج وتريد أن تعود مباشرة، يعني سوف أحاول أن أعود للتطبيق. إذا هذا هو التطبيق أصدقائي الكرام. إذا سوف نتوجه مباشرة إلى هذا الاختيار الخاص بالبحث، ثم سوف نقوم مباشرة بالانتقال لموقع التلاوة، وستلاحظون أنني انتقلت إلى آخر آية يعني قمت بقراءتها. إذا أرجو من الله أن أكون قد وفقت في هذه الحلقة وفي هذا الفيديو، وأضرب لكم موعد مقبل بحول الله. إلى اللقاء.